انا الاخوان واحد البياسه تبارك الله صغير اخويا داير تبارك الله باين ديال العام اللي فات عنده عامين دابا عنده عامين تبارك الله قلت شي البداله الثانيه يلاه خرج منا يلاه خرج كلامو كيدير الانواع هنايا والاثمنه كاين هذه ديال الاغاتش كاين جاسبي وكاين شفتو عاطين اخويا ويناني اخويا الله يحفظك الله يحفظك تبارك الله ما شاء الله اش داير اخويا شحال عنده تقريبا اخويا عنده عام ونص عام ونص صافي الله خير تبارك الله الباقا اللي فيه اش من عام اشنا يبير هذا اه شحال عنده نسوي تبارك الله بالفريال ضرب بدلها في القبس ياك السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، كيف ما كنوعدكم دائما كنجيو كندير لكم فلوغ في سوق القريعة كنرز لكم جميع الأثمنة ديال الطيور وكذلك بعض المعلومات. اللي شاف هذا الفيديو الإخوان يبخش عندنا بواحد التعليق زوين، واللي ما أبونيش تابونا. والله يدير خير والسلام عليكم. كلشي بخير الله يحفظك. انا الاخوان واحد البياسه تبارك الله صغير اخويا داير تبارك الله باين كلشي اللي عنده 3 سنين تبارك الله الثمن ديالو شحال اخويا؟ نقول 800 درهم. اذا كلامه غيكون منظم كلام زوين كاين شي ثمن زوين بعدا بالنسبه للمشاهدين اللي بغاو ولا كتعاش راه ماشي مشكل تفهم مرحبا اخويا خلي النمره ديالك اخويا 06 08 71 27 هي تحياتي اخويا والله يسخر لك اخويا كيدير بخير لاباس عليك على باس قرا ولا شدر اخويا قرا ديال العام اللي فات عنده عامين دابا عنده عامين تبارك الله قلت شي البداله الثانيه يلاه خرج منا يلاه خرج كلامو كيدير اخويا كلامو وداني بالنسبه للثمن اخويا شحال كتقول فيه 500 كما كتشوفوا الاخوان قرع عنده عامين 500 درهم اللي بغى يتواصل مع اخونا خلي النمره ديالك اخويا 06 07 79 60 97 تحياتي خويا الله يسخر لك تحياتي لكل الموالي خويا عزيز كيدير بخير شحال عندهم اخويا هادو شارونس تبارك الله كاين اللي واقيلا جايب تحامر هنايا ياك قول ليها كانوا في قفوزه وتلاحوا هنايا في هذا القفيز كبير في هذ الكريه الثمن اخويا شحال كيبقى هنايا 180 درهم كيف ما كتشوفوا الاخوان 180 درهم بالنسبه للثمن الاخوان راه الثمن زوين 180 بحكم انهم قدام يعني مزوني عندك شي حاجه اخرى اخويا شويشه ديال الكاكاريك كيف ما كتشوفوا معايا الاخوان غادي لنا شويه هادي تقطي مع التعامل التقيره الاخوان
بالنسبة للتما شحال كتبقى ديال هاد الشوايج؟ شحال؟ 1000 درهم. وهادو قورع ياك؟ شحال عندهم اخويا عز؟ شرونس برضو. نعم. التما شحال كيبقى وادو؟ 200 درهم. تبارك الله. جدير هذا شحال عنده؟ عامين. الثمن ديالو شحال اخويا كيبقى؟ 1300. اذا فيه كلام تبارك الله. خلي نمرتك اخويا عزيز 0648 65 30 15. الله يسخر ليك اخويا. تبارك الله. شحال عنده خويا؟ شي عام وش عام ضرب بدلا في القبض ديال الثمن ديالو شحال؟ 300 درهم. مرحبا خويا. ايه اللي بغاه مرحبا و الف مرحبا. خلي النمر ديالك اخويا 06 70 26 38. الله يسخر ليك اخويا. امين. شحال عندك؟ هذا عنده 14. لا كيف ما كتشوفوا معايا الاخوان هذا طويل نصاصي. هذا يكمل عريان ماشي مشكل. هذا جيب معاك كلامه. تقدر تعطيه شي حاجه؟ تقدر تعطيه شي حاجه ويشد؟ كمل كمل لي اخويا. بالنسبه للثمن اخويا؟ الثمن ديالو 300 درهم. 300 درهم خير الله يلا فاطمه. الله يسبارك الله. تبارك الله. راس الله ومدار. خلي نمرتك اخويا 06 51 73 94 94 19. تحياتي اخويا. كي داير ولدي لاباس؟ بخير. كاين شي قرايه؟ كاين شي قرايه ضروري الاولى ياك. مرحبا. هذا بغيتي تبيع وياك مدريسي تبارك الله. الباقا اللي فيه اش من عام؟ اش نبير هذا؟ اه شحال عنده؟ 4 شهور. تبارك الله. الثمن ديالو شحال كتقول فيه؟ 600 درهم. خلي النمره ديالك اخويا عزيز 06 48 65 30 15. شوي تبارك الله بالفريال. بالنسبه للطيور الاخوان راه كاملين يعني. السلام عليكم. كاين نصاصيين وكاين شي حاجه حمراء يا الاخوان. هذا طوير ياك 150 درهم. 150 راه ثمن مناسب اخويا. قرع ما بقاوش. السلام عليكم خويا عزيز. صافا مزيان شي بخير. اش دار هذا اخويا؟ شحال عنده اخويا؟ عنده عامين. يلاه شي صفي دابا في الدار ياك. ونكلم اخويا كلام زوين. كلام زوين. وكاينين جوج ولاد عش مالاقا. اييه كاين واحد ويداني مالاقا شادين على حقه وطريقه يعني. كلام زوين. مرحبا. فين هما خويا؟ كاين واحد ما لا ماشي ما عندك في الدار. اييه كاين واحد ويداني هذاك حتى هو تمشي في الدار. اييه كاينه حسنيه ضاربه 3 سنين. 3 سنين شحال كتقول فيها؟ حسنيه تقول تمام 900 درهم. 900 درهم دابا عندك فيديو ديالها؟ عندي فيديو. مرحبا اخويا. خلي نمرتك اللي بغى شي حاجه. مرحبا. واحد حفاظه. اييه حفاظه. وكاين هازدار حفاظه. اييه خلي نمرتك اخويا. نقول لك بالي خويا 07 09 29 49 49 69. تحياتي اخويا والله يسخر لك. اللي بغى شي حاجه راه نتصاوبوا مع اخويا. اييه علاش لا. مرحبا. مرحبا اخويا. مرحبا. يجي حتى للدار يسمع. مرحبا بي عادي خمسة. تحياتي خويا. تبارك الله ما شاء الله.
اش داير اخويا؟ شحال عندك قريبا اخويا؟ عندو عام ونص. عام ونص صافي الله خير. بالنسبة للثمن شحال كتقول فيه اخويا؟ 600 اخويا. 600 درهم. والله مبغيك. كلامو زوين؟ كلامو زوين. خلي النمرة ديالك اخويا 06 32 32 12 76 74 اللي بغات الجزائر الاخوان مرحبا ولك مرحبا الله يسخر الجميع مش هادش خويا حسن خويا عزيز قرع اخويا هذا قرع ولد قرع ولد عام شفتو عاطينو اخويا ويداني اخويا ويداني الله يحفظك الله يحفظك تحيه تحيه الثمن اخويا 600 درهم كاين شي ثمن ياك ولا بغا نخصو لي شويه عندك شي حاجه اخرى كاين اخويا واحد اشوف اخويا تبارك الله ودي العش اخويا عزيز من كل السوران ويلا خارج من البداله الله بدي يسمي الكلام اش كنعطيه مولاه ويداني ويداني يا شاو هذوك النشاوي اللي كنت كنجيب اللي بعت اييه اخواتي تونيت دابا هادو كيجيبو من العشاش من الطبيعه من الطبيعه وكيحفظوهم اللي طلع الكر هي هذيك طلعت من تورا كيخرج جايبيها هادشي اللي كاين ولا كيخدم بها اييه مرحبا بالنسبه للثمن ديال هذا شحال 700 درهم 700 اييه الزيت صافي الطوير الاخر لا خلاص خويا مرحبا واحد بعته اييه علاش لا خلي النمره ديال اخويا 06 51 73 94 19 كيف ما كتشوفوا الاخوان هذا هو العش اللي بغاه مرحبا والف مرحبا وكاين هذا ديال الشوك يا هنايا تبارك الله ديال القناه قول لي اخويا بالنسبه للانواع هنايا والاجمله كاين العادي ديال الاغات كاين جاسبي وكاين العادي واش نابر ولا كبار كلشي كبير كلشي كبير تبارك الله يعني كلهم ديال الخدمه يعني كلهم يخدموا ان شاء الله باذن الله بالنسبه للعادي الثمن ديالو شحال الثمن اخويا من بين 80 ل 100 العادي والاغات 150 150 130 وشي لاخر اخويا شي من 120 حتى 150 من 120 حتى 150 حتى 150 وبالنسبه للاخوان هذا الثمن راه الثمن زوين العادي راه معروف الثمن ديالو الاخوان اللي بغى شي حاجه الاخ الكريم يدير معنا الثمن زوين ومرحبا خلي النمره ديالك اخويا 07 06 06 06 13 13 بالنسبه لهاد الباتشي كلهم ديكور ياك كلهم ديكور الثمن ديالهم شحال الثمن ديالهم هي 30 درهم 30 درهم كيف ما كتشوفوا معايا الاخوان بصراحه الثمن زوين ورخيص واللي بغى شي حاجه الاخوان سوق القريعه وتحياتي للجميع كنشكرك اخويا الله يحفظك الله يحفظك قدرنا نصبروه قالك اسيدي الا طلقتيها لا تولي لها ضربها شكون هي سطيله هذيك اللي كيقولوا لها حمقنين واحد عايش بسطيله وواحد تيقني على سطيله تبارك الله عليك